أنا حسن كامل رزاق، عضو نقابة الفنانين، فنان وممثل مسرحي، دخلت مجال التلفزيون ودخلت مجال المسرح، بالإضافة إلى أني دخلت مجال السوشيال ميديا واشتغلت على مجال السوشيال ميديا إلى أن وصلت مستوى زين. بعدين انتقلت العيش بأكثر من بلد والعيش بأكثر من محافظة من أجل المجال ومن أجل السوشيال ميديا على هذا الأساس. بالفترة الأخيرة في تركيا صارت حملات قوية على العرب وعلى اللي يسموهم اليابانجي أو الأجانب داخل تركيا، انتشرت هاي الحملة. من أحد الفيديوهات كان لي صديق ينشر فيديوهات وسكتشات مشابهة أو قريبة على الحملة، كنت موجود بالفيديو، اتفاجأت أنه الاستخبارات التركية كانت موجودة بباب بيتي، دخلت لي للبيت وإجوا واخذوني، قالوا يعني نطلب من عندك إفادة دقيقتين على هذا الأساس. فرحت وياهم، تفضلوا ما أدري شلون. فجأة لقيت نفسي محتجز داخل سجن تقسيم، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ماكو شيء. تحركت السفارة العراقية بعد مطالبة من أصدقائي وكذلك مطالبة من المتابعين وبقية الفنانين. بنفس الوقت تحركت السفارة، حكى وياي، صعدت قاضي، القاضي قال براءة، ماكو مشكلة، ولكن لازم تترحل. السفارة العراقية قالت لا ما تترحل، واصبر يوم يومين واحنا راح نطلعك. ولكن مع الأسف الأتراك كانوا مصرين أنه أني أترحل. ردت أترحل اليوم باشر عقبه، أرسلونا إلى مخيم يسموه توزلو خارج تقسيم، خارج إسطنبول. رحنا إلى توزلو، كنا ننام ويا الصراصر ويا مياه المجاري، خلون مخيم تعبان، على أساس موجود الاتحاد الأوروبي يصرف عليه وإلى ذلك، ولكن المخيم كان تعبان. بعد ذلك ردت أترحل من هناك، ما خلوني أترحل إلى أن خرجوني إلى مخيم خارج إسطنبول، ويبعد عن إسطنبول تقريبا 800 كيلو، قريب على الحدود العراقية والحدود السورية. ظلنا بهذا المخيم، حاولت أنه أطلع عن طريق محامي، حاول المحامي يتدخل بالموضوع، قالوا أن القضية راح تنحل اليوم باكر عقبه. للأسف بعض المحامين يشوفون أن هذا الموضوع تجارة. تفاجأت داخل المخيم هناك ناس متطرفين وناس مجرمين وعصابات مافيا، كيف انه تخلي شخص محكوم عليه براءة، طالع براءة بهذا المكان، وفي يعني موجودين نساء وموجودين رجال كبار بالسن. طوال هاي الفترة كلها تقريبا 35 يوم 34 يوم كانت اقامتي رسمية تماما، كل شيء ماشي تمام، الجواز ماشي تمام، ما عندي اي مخالفة ولا عندي اي سوابق سلبية تضطر انه اني انوخذ او ينحط علي علامات استفهام، بالعكس. ولكن تفاجأت انه المعاملة كان هنالك ضرب، السلطات التركية كانت تعرف هذا فنان وتعرف هذا السوشيال ميديا، ولكن قرار الترحيل صادر عليك وانت لازم تقدم طعن على قرار الترحيل، بس هي تجارة، يعني تقدم قرار ترحيل لو صير لو ما يصير، وتبقى تنتظر شهر وشهرين، يعني توصل 6 أشهر إلى أن توصل سنة، يلا لو تطلع لو ما تطلع. كانوا وياي عراقيين هواية، كلش هواية، بعضهم كان فعلا متهمين والبعض الآخر وأغلبية كان موجودين بدون أي مبرر وبدون أي تهمة، مجرد أنه أحد البوليس عرض عليهم رشوة، لو تنطون رشوة لو تترحلون وديكم على الترحيل، وهذا اللي صار بدون أي مبرر. وللأسف بعضهم ناس فقراء وما عندهم فلوس وما يعرفون يوصلوا لأهاليهم، فظلوا موجودين ومحتجزين شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة، ما حد يدري بيهم. بنهاية الأمر تقريبا أيست أنه ممكن المحامي ما يسوي شيء، والمحامي حتى لو موجود ممكن تطول الإجراءات. المشكلة المخيم قيصري اللي أنا كنت بيه عندهم وكأنه جريمة إذا طلعت بريء وتطلع إخلاء سبيل من مخيمهم، يسمى هذا المخيم من الصعوبة أن تخرج منه، ما تخرج إلا ديبورت واللي هو الترحيل للعراق. فآخر شيء عرفت أنه أكو باص جاي راح يخلون بالعراقيين، مباشرة قدمت ديبورت وانتظرت، استلمت الأمانات مالتي وركبت بالباص وترحلت. دخلت إلى زاخو، ومن هناك دخلت على الموصل. للأسف اكتشفنا هناك كانت السيطرات، الحمد لله والشكر كان تعاملهم كل زين، استقبلوني. كان اكتشفت أنه وياي ناس كانوا متهمين عليهم تهم سابقة، فبالتالي تعرضنا إلى ظروف ثانية داخل العراق، ظروف صعبة، ناس اتهمهم أخذوهم وحالهم إلى قضايا ثانية. ولكن تعرف قواتنا عرفوني وعرفوا حسن كامل وفنان وموجود، أهلا وسهلا وتفضل وشكرا جزيلا والحمد لله. بالنسبة لي كشاب أشوفها تجربة صعبة،
ولكن اللي ظل ببالي انه هذه التجربه كانت تجربه لا انسانيه تماما. تركيا تتعامل مع الاجانب تعامل لا انساني نهائيا، مع كبار السن، مع الاطفال، مع النساء. تدخل النساء والاطفال في اماكن يوجد بها متطرفين ومجرمين ومافيات بجرائم بشعه ومخيفه، حتى الذي لديه مشكله مع السلطات كانوا يدخلون هذا المكان ويتفقون حتى ينضرب. كانوا يتاجرون انه لما اليو ان ينطيهم بطانيات او ينطيهم مساعدات يقعدون يلعبون بالبطانيات هيجي ويخيرون الناس ويخلون الناس تتعارك على مود بطانيه، ممكن يموت واحد. كان الانسان يطالب بعلاج، باكر نجيب لك، عقب نجيب لك، ورا نجيب لك، الى ان يتوفى ويموت ما حد يعرف عنه شيء.